عزيز ثلاث ساعات مكنت عناصر فرقة البحث والتدخل البيري بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية وهران من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة تورط أفرادها في قضية التهريب الدولي للمخدرات. أسفرت عمليتنا عن توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و36 سنة مع حز ما يفوق 52 كيلوغرام من الكيف المعالج و400 جرام من المخدرات الصلبة الكوكايين مع حز مبلغ مالي من العملة الوطنية قدره 57 مليون سنتيم و100 أورو من العملة الصعبة مع حز 7 هواتف نقالة وجهازي إعلام آلي وثلاث مركبات كانت تستعمل في نقل وتسليم وشحن هذه السموم.